رجعنا لكم في الويكاند، دونك مازلنا باش نحكيوا على الموروث الثقافي لمدينة الحمامات مع مشروع راسمايل. دونك هذايا المشروع من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية فرع الحمامات. أكثر تفاصيل على المبادرة هذه معنا بالتليفون أمل كشبية، دونك عن الغرفة الفتية الاقتصادية فرع الحمامات. صباح النور، مرحبا بك على راديو ميد أمل. بخير أسامة، وبخير بالنسبة لكل يسمعوا فينا. يعيشك، بارك الله فيك. دونك نحكيو على مشروع راسمايل، هذا المشروع بالنسبة لكم أنتم من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية فرع الحمامات. حطنا أكثر تفاصيل في الإطار، سورتو أنه يحكي على المحافظة على الموروث الثقافي في مدينة الحمامات. وي دونك ساعة المشروع هذا لو بروجي راسمايل هو سيتان بروجي أورو متوسطي اللي يضم 5 دول بما فيهم تونس. وتونس مشاركة معناها في المشروع هذايا عن طريق الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية جي سي اي حمامات. والهدف نتاع البروجي هذايا انه يخدم على لي جون اللي احنا نسميوهم لينيت. لي جون هذوما لينيت يكونوا عمرهم ما بين 18 و30 سنة ويكونوا لهم في دائرة التعليم، لهم في دائرة معناها الخدمة، وإلا في دائرة التدريب. يعني نقولوا احنا بطالة. دوك يخدم هو على الانسيرسيون سوسيال نتاعهم ويوفر لهم هكا دي زوبورتونيتي باش يعاونهم في الانتيغراسيون بروفيسيونيل اي سوسيال. واضح. معناتها ينجموا يشاركوا باللي يقدر عليهم هما ويزيدوا، معناتها يثمنوا الموروث الثقافي هذا. معناتها هذا هو اي دوك هو البروجي يخدم على التنميه المستدامه ويخدم على انه باش يرسخ الاهداف نتاع التنميه المستدامه، سواء لانفيرونمون سواء معناها ليكولوجي والا الكونسيرفاسيون دو باتريمون. دوك احنا ننظموا برشا دي بوتي بروجي والا دي وركشوب. المره هذه عندنا ان وركشوب سميناه كونسيرفاسيون دو باتريمون اللي ان شاء الله باش يكون في جمعتين الاخرانيين نتاع نوفمبر plus précisément من le 14 حتى le 28 novembre. Donc le projet il est خصصني لتو سكي حاجات تراديسيونيل في الطريزه نتاع مدينه الحمامات. دونك لي جون اللي باش يشاركوا معنا باش يتعلموا صنعه تقليديه او حرفه تقليديه. دكور، معناتها مش لازم يكون حرفي، ينجم يكون هو يحب يتعلم، علاش لا ما يكونش هو المشروع المستقبلي نتاعو. يعطيك الصحة. دونك إل سوفي يكون موتيفي وانتيريسي بالحكايات هذيا. دونك باش يحضر معانا في الوركشوب اللي باش يكون غراتوي بعد ما بيان سور بعد ما يقيد في لابيل كانديداتور اللي احنا هبطناه على الباج جي سي اي نتاعنا والباج راسمايل. ان شاء الله يوفى لو 21 اكتوبر لابيل هذيا. دونك اللي يسمعوا فينا لازم يمشيو في 6 ساعات يقيدوا في الفورمولير. وفي الوركشوب باش يخدموا مع دي زارتيزون من مدينة الحمامات باش تعلمهم العقد. العقد هذوما هما الكعابر اللي نلقاوهم في اللبسة التقليدية الحمامية. واللي هما معناها بالحق معناها حرفة تقليدية وتتطلب برشا خدمة باش العباد يتعلموها. وباش يتعلموا زادة الطريزة نتاع القياطن اللي هما الخيوط هذمك ولا كبسفاير الكبار. وبعد جمعتنا دونك باش ياخذوا سيرتيفيكا وباش تكون لهم كوم اون انيسياسيون اللي ينجموا بعد بها يبداو ان بتي بروجي ليهم هما. واضح. وقتاش اخر اجل للتقديم معناتها، وقداش من واحد باش يتم التدريب نتاعو؟ احنا لابيل كانديداتور بدات من لو 1 اكتوبر توفى لو 21 اكتوبر نهار 21 نصف الليل تتسكر. واحنا في الوركشوب هذايا باش يكون معانا 12 ميت، يعني 12 جون سواء من مدينة الحمامات والا من ولاية نابل ولا حتى من الولايات الاخرى نتاع الجمهورية. وثم زاد فرصة انه خاطر كيما قلت لك راسمايل هو سيتان بروجي اورو متوسطي في 5 دول مشاركة، تونس وفرنسا او ايطاليا ولبنان والاردن. ثم بوسيبيليتي زاد انه نستقبلوا دي جون من الدول هذوما بارتنير معانا باش يكونوا حاضرين في الوركشوب.
واضح واضح، يعطيكم الصحة أمل، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نرجعوا نحكيو أكثر تفاصيل على الإيفينمون هذايا وقت اللي يقرب في آخر نوفمبر، وقتها نزيدوا نحكيو أكثر ونشوفوا شنو المشاريع وشنو الحاجات اللي تزادوا للي جون. دونك اللي يحب يتصل مازال عنده 4 أيام في ديه وينجم يشارك في الـ في الـ في الإيفينمون هذايا. وي وي بيان ايفيدامون، دونك كيما قلت سواء على الباج فيسبوك جي سي اي حمامات والى باج فيسبوك رسمايل. واضح، تخي بيان، يعطيك الصحة أمل، بارك الله فيك، شكرا ليك، يعطيكم الصحة على الخدمة اللي تخدموا فيها، وتحية كبيرة للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، بتبيع بفروحها الكل في الجمهورية التونسية اللي قاعد ديما تتفاعل معانا، ونحاولوا أنه نوصلوا الأنشطة هذه للشباب التونسي. هذا صوت شيرين، وراجعين.